السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هاد الملاقية هادي اللي غادي تكون مزيج ما بين ملاقية الغورميت بالعقيق مع راندة الحبة، فغادي نحاول أنني نخلط ما بيناتهم ونديروا هاد الملاقية هادي كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل. وبطبيعة الحال غادي نستعمل جوج ديال الألوان، ممكن انكم تستعملوا فقط لون واحد. المهم اول حاجه غادي نديروها وهي تركبوا العقيق اللي غادي تستعملوه بطبيعه الحال، ومن بعد غادي تخليوا هذوك الحبكه وتمشيوا الغرزه اللي كاينه في الراس الفوق هي اللي غادي تخدموا عليها بهذا الشكل، وتحاولوا انكم تجروا الخيط مزيان وتثبتوا العقيقه في البلاصه ديالها. ومن بعد غادي نهبط الخيط لتحت ونمشي نخدم في التوب. هنا غادي ندير غرزة واحدة وغادي نعاود نرجع لهذا الخيط هذا هنا فين غادي ندير الغرزة الأولى. المهم هاد الخدمة كاملة مخدومة على ثلاثة الغرزات ومخدومة بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، وكذلك عاودت برمتو على ثلاثة ديال الشعرات. المهم كتعاودي ترجعي تهبطي في هذيك العقيقه، ومن بعد كتمشي لهذاك الخيط اللي تيكون في الغرزه اللي كنا درناها من قبل، وكتعاودي ديري غرزه واحده اخرى اللي تثبتي بها العقيقه في البلاصه ديالها. من بعد غادي ترجعي تخدمي في التوب، فغادي نديروا هاد الغرزه هذه ومباشره غنهبط الخيط لتحت ونمشي لهاد الغرزه الفوقانيه ونخدم عليها باش تعطيني واحد الخيط اللي غادي نرجع نعمر عليه من بعد. ودابا غادي نخدمو غرزة في التوب، لاحظوا معايا مزيان، وغادي نطلع الخيط للفوق ونعاود نرجع على هذاك الخيط اللي درناه داير بالعقيق، وغادي نحاول ندير الغرزة الاولى ومن بعد نعاود نرجع لنفس هذاك الخيط وندير فيه الغرزة الثانية. وهاد المره غادي نخدم ما بين هادوك جوج الغرازي اللي في التوب، ما بيناتهم كتدخلي الابره وتخدمي الغرزه الثالثه، يعني الثالثه ما كتكونش على هذاك الخيط اللي داير بالعقيق، كتحاولي تهبطي لتحت وتخدميها. والان غادي نديرو غرزه في التوب، ودابا غتبداو تحسبوا. واحد، هنا جوج، وغادا تطلعي للراس الفوق وتخدمي الغرزة الثالثة. من بعد غادي نخدمو في التوب، والآن غادي نرجعو نهبطو. واحد، جوج، وثلاثة. غطلعي الخيط الفوق وتخدمي هاد الغرزه اللي في التوب بهذا الشكل. دابا تهبطي الخيط لتحت. المهم غادي نتكملوا حتى توصلوا لخمسه الضربات في التوب. لاحظوا معايا، دابا غادي ندير هاد الغرزه هذه، ومن بعد غنهبط الخيط لتحت باش نحبك. هنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. عندكم خمسة ديال الغرازي كيكونوا في التوب، ملي كتوصلوا لهذيك الخمسة كتعاودي ترجعي وديري الحبكة. اللي بغا دير ستة الغرزات عاد تبدا تحبك، ماشي إشكال، غادي يجيكم الحجم أكبر من هذا الحجم، ولكن عادي جدا ماشي إشكال. اللي بغا تنقص كذلك ممكن أنكم تنقصوا. المهم هنا درت جوج ديال الحبكات، وغادي نعاود نرجع نخدم هنا في هاد البلاصة هادي، وكديري الحبكة الثالثة، ودائما الخيط كيكون للأسفل، وكتعاودي ترجعي ديري الحبكة الرابعة. من بعد كتطلعي الخيط الفوق باش نديرو غرزة، لاحظوا معايا الخيط الفوق، وتمشي لهاد الغرزة الثالثة هي اللي غادا تخدمي فيها بهاد الشكل.
دابا غادي تحاولي تبعدي واحد شويه المسافه وديري هاد الغرزه اللي في الثوب باش نقدروا نركبوا العقيقه. فحاولوا انكم تبعدوا يعني غير واحد مسافه بسيطه جدا. مهم هاد العقيق هذا اللي استعملت هنا، داك العقيق ديال الخيط كيتباع بخمسة دراهم الخيط، هو اللي استعملته. دابا كتخلي هذوك الحبكات وكتمشي مباشره للغرزه الفوقانيه، هي اللي كتخدمي فيها. كنثبتوا، المهم انا هنا في هذه الخدمه هذه كنثبت العقيقه على جوج المرات باش نضمن باللي هي راه ثابته مزيان. كتخدمي كتعاودي ترجعي تهبطي ديري هذه الغرزه هذه في الراس الفوق وتعاودي تثبتي العقيقه مره واحده اخرى، يعني كندوبلو الخدمه هنايا. وهنا كتجي ما بين هادوك جوج الغرازي اللي في الثوب وكتخدمي ما بيناتهم، كديري غرزه اللي كتبتي بها هذيك العقيقه باش تبقى شاده بلاصتها مزيان، وعاد كترجعي للثوب وديري غرزه واحده. والان غنمشي مباشره للراس الفوقاني وندير هاد الخيط هذا بهذا الشكل، ودابا غادي نديرو غرزه في الثوب. المهم هنا ركزوا معايا مزيان وبداو معايا الحساب حيت غادي نخدم معاكم راندة الحبة، فحاولوا انكم تركزوا معايا على البداية ديالها والفرق ما بين كل وحدة ووحدة، يعني هادو هما المعلومات اللي مهمين بزاف. المسافة كل وحدة دير المسافة اللي عجباتها، انا هنا خدمت غير خمسة العقيقات فقط. فغادي نرجع نعمر. المهم هنا انتم حسبوا الضربات اللي غادي يكونوا في التوب. دابا يلاه ثبتنا العقيقه ودرنا هذيك الضربه الفوقانيه في الثوب. من بعد كتعمري درنا جوج الغرازي وهذه الغرزه الثالثه. هنا كنحاول انني نرجع عدد الغرازي الاصليين ديال العمل. دابا ضربنا الضربه الثانيه في الثوب لتحت. في هذا الدور هذا ولا في هذا السطر هذا، هنا فين غادي نبداو راندة الحبه. لما بغيتوش تبداو في هذا الدور ممكن تبداو في الدور اللي من موراه، ماشي اشكال. المهم هنا كتعمري ثلاثه الغرازي كالعاده بهذا الشكل. وعوض فاش تخدمي في التوب ما كتخدميش فيه، لاحظوا معايا، وكتعاودي ترجعي تهبطي في نفس هذوك الغرازي بثلاثه، كتعاودي ترجعي تهبطي فيهم. وهذه الغرزة الثانية، ومن بعد غادي نعاود نمشي للغرزة اللي حداها اللي هي الغرزة الثالثة. فغادي نجر الخيط مزيان. الآن ما تخدموش في التوب وعاودوا عاودوا طلعوا، لاحظوا معايا. فغادي نرجع نخدم الغرزة الأولى والغرزة الثانية والثالثة. من بعد غادي نرجع نهبط كالعادة، واحد جوج. المهم نتوما غادي تكملوا، لاحظوا معايا هنا الحساب، واحد جوج ثلاثة ربعة، عندكم ربعة الغرازي الفوق. وهنا واحد، لاحظوا هذه اثنان وهذه ثلاثة وهذه أربعة. مهم عندكم ربعة الغرازي الفوق وربعة الغرازي لتحت. إلا بدلتوا النظام باش أنا خدمت هنايا راه غادي تخربق لكم الخدمة. حاولوا أنكم دائما ملي تساليوا هذوك ربعة الغرزات تجيكم ربعة الفوق وربعة لتحت، ودائما تكون النهاية الفوق ما تكونش النهاية لتحت. إلا كانت النهاية لتحت معنيتها باللي راك خاصك تبدايها اصلا من الاول بالعكس، الا بغيتيها تهبط تجي النهايه لتحت. الا بديتو كيف ما بديت انا فالنهايه كتجيك دائما الفوق، الا ما جاتش الفوق راه ما غاديش يجي نفس العدد، يعني ما غاديش يكون نفس العدد. المهم كتضربي ضربه في التوب، وهذيك الضربه اللي في التوب حسبوها واحد وعقلوا عليها مزيان، حيت بيها باش حنا غادي نبقاو نعقلوا على الفرق ما بين كل حبه وحبه. فهذيك الضربة اللي درت الفوق اعتبرناها واحد، ودابا غتهبطوا ثلاثة الغرزات ديالكم عادي جدا.
فغادي نزيد هاد الغرزه الثالثه. المهم هاد المرحله شويه كتكون صعيبه ولكن ماشي اشكال. المهم هنا خليوا الخيط الفوق ورجعوا لهاد الغرزه هذه اللي هي البدايه هنا، وحاولوا انكم تجروا هاد الحبه مزيان بهذا الشكل حتى تثبت في بلاصتها. لاحظوا معايا الان هاد الغرزه هذه اللي غادي نخدم في التوب اعتبروها رقم واحد، عقلوا عليها مزيان حيت من بعد مو من بعدها رجعوا ليها. لاحظوا معايا دابا غادي نمشي نخدم هنا، هنا واحد جوج بهذا الشكل، ودابا غتمشيو لهاد الغرزه هذه الفوق اللي هي ثلاثة. الان ركزوا معايا مزيان، غادي نخدم في التوب في هاد الغرزه هذه هي الغرزه الثانيه. حسبوا مزيان، كتعطيكم جوج ديال الغرازي الفوق وجوج ديال الغرازي لتحت، عاد كتبداو الحبه الجديده. هذه خاصكم تبقاو عاقلين عليها مزيان حيت بلا بيها غادي مره تجيكم، المهم غايجيكمش هذاك الشيء متناسق وغادي مزيان. فدائما كقاعده اساسيه جوج ضربات الفوق وجوج لتحت. بحال دابا هنا وصلنا للضربه الثانيه او الغرزه الثانيه. فاش كتخدموا هاد الغرزه الثانيه دابا فاش كطلعي صافي، يعني ما كتبقايش تضربي في التوب، ملي كتخدمي بحال هكا هاد المره هذه غادي تكملي ثلاثه وما تخدميش في التوب، وترجعي ديري يعني نفس الطريقه اللي كنا غادي نديرها في الاول. المهم دابا هذه الغرزه الثالثه ما غاديش نخدمو في التوب، فغادي نهبطو لتحت. المهم هادو هما الحوايج الاساسيين في هاد الخدمه هذه، وهما هادوك جوج ضربات الفوق وجوج لتحت، والوقت الفاصل ما بين هادوك العقيقه والبديه اللي كتبداي بها. صافي هادشي اللي كاين مهم في هاد الخدمه هذه. الان ما كتخدميش في التوب وكترجعي تطلعي بثلاثه الغرزات ديولك عادي جدا. فهذه الغرزه الثالثه، ودابا غادي نتكملوا حتى توصلوا للربعه ديال الغرازي الفوق وربعه لتحت. طريقه الحساب هنا واحد، هذه تنعتبروها واحد، واللي حداها جوج ثلاثه واربعه. اربعه لاحظوا معايا مزيان، هنا كتبداي الحساب من هاد الغرزه هادي في اللي حداها، هادي جوج هادي ثلاثه هادي اربعه. المهم عندكم ربعات الغرازي الفوق وربعات الغرازي لتحت. هنا كتكون الخدمه مضبوطه، نفس العدد اللي الفوق هو اللي كيكون لتحت. ومن بعد كتجمعي هذيك الحبه من الراس وكتضربي في التوب. هاد الضربه هادي اللي درنا في التوب هي اللي كنحسبوها واحد، ومن بعد كنهبط جوج، وغادي نمشي نخدم هنايا هادي اللي في هاد القنت هذا ثلاثة. ودابا غادي نمشي لهاد الراس ونحاول يعني ضروري هنا نزيروا الخدمه. فهاد الضربه هادي اللي خدمت دابا في التوب هي اللي تنعتبروها واحد، وغتزيدوا الثانيه ومن بعد ديروا حبه جديده. فهاد العمل هذا بسيط وسهل وتعطي منظر رائع جدا، خصوصا الا قدرتوا انكم تمزجوا ما بين جوج الالوان او ثلاثه الالوان. هنا حاولت يعني ندخل هاد جوج الالوان اللي هما يعني نفس اللون ولكن درجات مختلفين. ف كنتمنى ان هذا العمل هذا ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي نخدم معكم الدرس ديال هذه الخدمه هذه. وكذلك الطرز يعني مازال في شك، نقدر نخدمه ونقدر ما نخدموش. المهم شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.